حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أمسيما عبد الله بن مسعود هو متوم صلى الله عليه وسلم أمسيما هكون حسدي إلا كتك مويلي mtu Mwenyezi Mungu amempa mali akasalitishwa kuyatumia katika haki na mtu Mwenyezi Mungu amempa hikma yeye akawa anahukumu kwayo hiyo hikma na akawa anaisomesha. Imepokewa na Al-Bukhari.